أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية أن تعنت قطر هو السبب الرئيس لاستمرار أزمتها، كما أشار معالي في مقابلة مع قناة سكاي نيوز العربية أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ثابتة على موقفها بالتصدي لأي ضرر يلحق بها بسبب سياسات الدوحة، مؤكدا في الوقت نفسه أن تكرار الإدعاءات غير الصحيحة من قبل المسؤولين القطريين لا يخدم حل الأزمة. أكد معالي وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب باقية على موقفها في صد الضرر الذي تسببه قطر لها، مشيرا في هذا الشأن إلى مواصلة الدول الأربع للمقاطعة. كما اعتبر معالي الوزير أن أي حوار بلا أسس صحيحة يعتبر مضيعة للوقت ولا فائدة ترجى منه. على موقفنا في الدول الأربع الرباعي العربي بصد الضرر عن دولنا وبمقاطعة دولة قطر، لأن هذه الأزمة أزمة قطر حقيقة يجب أن يكون لها حل جذري، حل جدي، لا يكون في حل أن نعود إلى الخلاف من جديد بعد فترة من الزمن. خطاب الأمير تميم بن حمد لم يأتي بجديد في هذه في 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 في, في الجمعية العامة. استمعنا إلى نفس الكلام، استمعنا إلى نفس الموقف، وهذا لا يخدم الحل. نحن متخذين موقفنا وننتظر الخطوة القادمة أن تأتي من دولة قطر. الحوار له أسس وله يعني طريقة وله نهج يمشي عليه عشان يحقق النتائج. نتطلع إلى أن يكون الحوار له أسس صحيحة، نتطلع أن الحوار يكون يحقق شيء ولا يعيدنا إلى المربع الأول، ونتطلع أن لا نضيع الوقت في حوار ما منه فائدة. نريد أن نحقق شيء والحوار له أسس، وإحنا يعني لنا ثقة في دور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أن يسعى في هذا الموضوع ويحقق شيء جدي وعملي. وزير الخارجية أكد أيضا أن كل المؤشرات لا توحي بأن هناك رغبة من الدوحة لحل الأزمة، وأنه لم تر الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أي مبادرة لإيجاد حل جدي في ظل تكرار ادعاءات غير صحيحة من قبل الدوحة. حد الآن كل المؤشرات لا توحي أن هناك رغبة، كل المؤشرات توحي أن هناك نفس الكلام الذي يكرر، نحن هناك حصار وليس هناك حصار، البلد مفتوحة بكل موانئها ومطارها الرئيسي وكل شيء، والخروج والدخول مفتوح، إن هناك حالات إنسانية وليس هناك حالات إنسانية، نحن لدينا البحرينيين مقيمين في قطر، هناك قطريين يدخلون بروابطهم الأسرية إلى البحرين كل يوم لم يتعرضوا لأي شيء. أكبر إثبات الحج الذي مر بكل سلام والحجاج القطريين ذهبوا إلى هناك، فليس هناك أي شيء إلا تكرار هذه الادعاءات الغير صحيحة. لكن أن يكون هناك خطوة إلى الأمام، خطوة صحيحة اللي تعيد العلاقة ما بين الأشقاء في المنطقة معهم، لم نرى منهم أي شيء، ولذلك نحن على نفس موقف. وأوضح معالي وزير الخارجية أن قطر تتبنى موقفا يتسم بالعناد والتصلب. هذا وشدد الوزير على أنه في حال تجاوزت قطر هذه المواقف نطمح بأن تكون علاقتنا مبنية على أساس سليم. الأزمة لم تحقق أي تقدم بأي طريقة من الأشكال من بدايتها. هناك عناد، هناك موقف متصلب من جانب دولة قطر، هناك أيضا مكابرة، هناك يعني نوع من ما يسمى دينايل للوضع اللي احنا فيه، إنكار. نطمح إلى تكون علاقتنا مبنية على أساس سليم. إذا تجاوز هذه المواقف اللي هم متمسكين فيها وحاصرين نفسهم فيها، سترى هناك سيتحرك الموضوع إلى الأمام. أما لحد الآن طالما هم يقولون هذه المواقف الكلمات لن نذهب إلى أي مكان.